بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين هو مركز الخلافة الإلهية في الأرض، مركزها. في سورة اسمها سورة غافر، فيها فقرة كده حقرها لكم، بتقول فيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يا ترى استغفرهم لكل المؤمنين؟ يعني أقصده بإيه الذين آمنوا؟ الذين آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اللي هي الولاية. يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إيه هو سبيل الله يا جماعة؟ اللي هو الصراط المستقيم، اللي هو صراط محمد وعلي، وقهم عذاب الجحيم. طيب ده استغفار الملائكة للجماعة دول. إبليس له برنامج خاص مع الحسينيين، عايز يبعدهم بأي طريقة عن المجالس وعن الحاجات اللي بيعملوها في عاشوراء. همه كله إن يرخبط المواضيع دي. ليه؟ لأن لما يلخبط الدنيا ويبعد الناس عن الدين ويبعدهم عن الكلام ده، هيتأخر ظهور الإمام، لأن بظهور الإمام هو هيموت. فده كان شغله الشاغل، ان حاطط في دماغه المهدي والحسين عليهم السلام. فاسمع هنا في كتاب كامل الزيارات حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بتنقله لنا العقيلة زينب عليها السلام، كان أبوها قاله لها علي عليه السلام. بتقول إيه؟ بيقول لها الإمام علي، بيقول لزينب وزينب بتحكي لنا إياه، بيقول لها إيه؟ إن إبليس في ذلك اليوم في العاشر من محرم يطير فرحا، فيقول الأرض بعفاريته وشياطينه، ويقول: يا معاشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة، وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم النار. يعني كل المجموعة دي اللي ضد الحسين، إبليس بيقول الحمد لله أورثناهم النار كلهم إلا من اعتصم بهذه العصابة. يقصد إيه؟ شيعة الحسين عليه السلام. فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم، لأنهم هؤلاء ثمرة دماء الحسين. يعني كل هم إبليس يبعدوا الناس عن العصابة دي اللي هي ثمرة دماء الحسين. ليه؟ لأن أحسن حل اللي بيقول لعفاريته، أحسن حل شككوا الناس فيهم وخلوا الناس تكرههم وتعديهم ويقولوا عنهم كفار ويسبوهم ويشتموهم ويلعنوهم، لأن اللي هيعمل كده هيكون في النار. اسمع هنا بيقول إيه؟ احملوهم على عداوتهم وتكفيرهم حتى تستحكم عداوة الناس فيهم ولا ينجو منهم ناجي. فاسمع الحتة دي وفتح ودانك معي. فإنه لا ينفع مع عداوتهم عمل صالح، ولا يضر مع محبتهم ذنب إلا الكبائر. صدق وهو كذوب، ده كلام الرسول، صدق وهو كذوب. يعني اللي يحبهم مغفورة ذنوبهم، واللي يكرههم مهما يعمل أعمال صالحة لا تنفع. ده كلام إبليس. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول إيه؟ إذا بقي الإنسان المؤمن على أذكاره وعلى الصلاة على محمد وآل محمد، لا يستطيع إبليس ولا أي نوع من عفاريته الاقتراب منه، بل بقيت على إبليس جراحاته وحسراته المؤلمة. إنما لما يلاقي بقى إنسان يبتعد عن الصلاة ويبتعد عن الذكر ويبتعد عن أي شيء يخص الدين، ويقول لك لا والدين كذا والدين كذا والدين كذا، بيركب على قفاه، بيركب على قفاه ويعمله حمار. عارف ازاي؟ ويلجمه. عارف يعني ايه يلجمه؟ زي ما احنا بنحط اللجام على في الفرس، يلجمه يعني كل كلامه وكل تصرفاته بامر اللي راكب ورا ظهره. ولما يخليه على الاخر خالص ويستوي في ايده، ينزل من عليه ويجيب اصغر عفاريت يقول له اطلع اطلع عليه، زليته
وكسرت قلبه وكسرت دماغه وكسرت نفسه، اطلع انت عليه بقى وتولى المهمة. شفته يا عفاريتي كيف زليته؟ بعد ما كان فكر نفسه حاجة كبيرة زليته بإيه؟ ببعده عن دينه. كل إنسان يبتعد عن الدين، يبتعد عن الصلاة، يبتعد عن الذكر، بيركب على أقفيته أو على قفاه شيطان، بيوجهه التوجيه اللي توديها في داهية، اللي يدخله في الآخر النار. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردتم أن تديموا على إبليس جراحاته وحزنه وسخنت عينه فداوموا على ذكر الله والصلاة على محمد وآل محمد. يا جماعة، الصلاة على محمد وآل محمد 1000 مرة كل يوم بتعمل حواليك سور، ولا ممكن أي حد من الجن أو من الشياطين يقترب إليك. جربوا وشوفوا نهايتها إيه، وشوفوا قد إيه لها فايدة ولها قيمة، بتحميكم بتخليكم راسكم مرفوع. في تفسير القمة الإمام الصادق بيدينا الديالوج اللي حصل، هو المحاورة اللي حصلت بين الله وبين إبليس كاملة، ما كناش نعرفها من قبل، وهي هتخضكم، بس اسمعوها معايا. بيقول إيه الصادق عليه السلام؟ قال إبليس: يا رب اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة ما عبدهاش فيك ولا حيعبدها لك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال له: أنا مش محتاج لعبادتك، أنا عايزك تطيع أمري. قال له: لا أسجد لآدم، لن أسجد لآدم. قال له: أخرج منها فإنك رجيم، إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال له: يا رب أنت العدل والذي لا يجور، فثواب اللي عملته ده الآلاف السنين وأنا بعبدك، كل ده يروح علي عشان سجودي لآدم، عدم سجودي لآدم. قال له: لا، أنا عدل، صح عدل، إنما حديك اطلب قصاد اللي انت عملته حاجات في الدنيا، انما مالكش في الاخره ثواب. قال له ايه؟ انظرني الى يوم يبعثون. قال له: انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال له: صلتني على ابن ادم. قال له: قد فعلت. قال له: اجرني منهم مجرى الدم في العروق. قال له: قد فعلت. قال له: لا يولد منهم ولد الا يولد لي اثنين، وأراهم ولا يروني، وأتشكل لهم في الصورة اللي أنا عايزها وهم ما يعرفونيش. فقال له: قد أعطيتك. قال له: زودني كمان. قال له: قد جعلت لك ولذريتك في صدورهم موطنا. قال له: حسبي، ده اللي أنا عايزه، يعني عشش في صدور البني آدمي. شوف الضغط بتاعنا قد ايه بقى. قال له ايه؟ فبعزتك، بعد ما قال له كده قال له: حسبي، فبعزتك لأغوينهم اجمعين، لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. رد عليه قال له ايه بقى؟ قال له: اذهب، فمن تبعك منهم فان جزاءكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بإيه يعني صوته؟ هو إبليس هيغني؟ لا، بيسلط عليكم المغنيين والمغنيات عشان ينسيكوا الدين وينسيكوا قربكم من الله وينسيكوا الروحانيات. كل ما تسمع أغنية كل ما تنزل من طاقة روحانياتك درجة. فهنا قال له: استفزز منهم من استطعت بصوتك، يعني سلط عليهم الأغاني، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني زيع بينهم الحروب، ولع فتيل الحروب، خيلك ورجلك. وده اللي بيعمله إبليس، ده اللي بيعمله، بيطلع فتيلة الحرب ويقف يتفرج يقول: ها دخلتهم النار. وشاركهم في الأموال والأولاد. ازاي هيشاركهم في الأموال؟ كل واحد يبتدي يعمل بيزنس يدخل معاه إبليس من غير هو ما يحس، يقول له ايه؟ ما تدفعش الخمس، ما تدفعش الزكاة، وبعدين اذا لك شريك اسرقه، حلال، لان هو ما تعرفش يمكن بيسرقك من وراك، يمكن بيعمل كذا، يفضل يوسوس في دماغه، يوسوس في دماغه لما وقع في الغلط. اما مشاركته في الاولاد، كل رجل لما يجامع مراته
إذا ما ذكرش الله وسمى يدخل إبليس يجامع معه. ولذلك كانوا أيام زمان لما يشوفوا واحد قليل الحياء بذيء طويل اللسان فحاش في الكلام يقولوا إيه؟ هذا ابن زنا أو شرك شيطان. هنا شرك شيطان، لأن شرك شيطان بيطلع كده، لا بتاع دين ولا بتاع ديانة ولسانه طويل وقليل الأدب ويشتم ويسب ويلعن ويعمل كل حاجة، لأن ده بيبقى شرك شيطان. إبليس دلوقتي شغله الشاغل المجالس الحسينية والناس اللي تابعين الحسين، يقول لك إيه؟ طب احنا عندنا كل الحاجات دي، ما واحد ممكن يرد عليه يقول لي اذا ربنا مكنه منا كل التمكين ده، طب واحنا ذنبنا ايه؟ او احنا ازاي نسيطر عليه؟ قال له حصن نفسك بالصلاة على محمد وآل محمد وبزيارة الحسين. واحد بيقول للإمام الصادق، بيقول له يا ابن بنت رسول الله انا دايما بذكر الحسين بس ما اعرفش اقول ايه. قال له اقف ناحية القبلة وارفع ايدك كده وقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي، لعن الله ظالميك، لعن الله ظالميك، لعن الله ظالميك. وصلت الزيارة ورد عليك. سهلة، سهلة تعملها كل يوم بعد صلاة الصبح، سهلة. لأن أنت لما تزور الحسين وأنت عايش هو بيزورك وأنت في الميت. فإذا زارك الحسين وانت ميت دي نعمة من عند ربنا. وكلنا نتذكر في الكتب اللي حكاية مراته للحداد اللي بتذكر في معظم الكتب، اللي هي ايه؟ واحد كان فائد بالمرة، يعني لا صلاة ولا صوم وشرب خمرة وكل الكلام الغلط كان بيعمله، ولما مات جم ما حدش قدر قبل يحضر جنازته، فأولاده أخدوه وحطوه ودفنوه. فبالليل بعد يومين ثلاثة كده ابنه الكبير شايفه في المنام، قال له بابا عمل فيك ايه؟ حصل فيك ايه؟ قال له والله يا ابني اول ما نزلت في القبر كنت بتعذب عذاب شديد قوي قوي قوي، بس قبل امبارح دفنوا عندنا مرات الحداد وجي الحسين زارها، فبزيارة الحسين لإلها رفع العذاب عن كل المقبرة. الولد قام الصبح قاعد يفكر يقول مين مرات الحداد دي؟ اروح على السوق واسال. ضل يمشي في السوق ويسال مين الحداد مين الحداد، قالوا له اهو اللي فاتح الدكان اللي هناك. فوصل عنده قال له انت مراتك ماتت امبارح، ماتت قبل 4 ايام؟ قال له ايوه. ليه؟ قال له بس بدي اسالك سؤال، كانت بتعمل ايه؟ قال له مين انت اللي تسالني عنها، مين انت؟ قال له يا اخي الموضوع كذا 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 كذا، وبدي اعرف ايه اللي عملته اللي خلت الحسين يزورها. قال له عادية عادية خالص. قال له حاجة؟ قال له لا. قال له كانت بتعمل حاجات زيادة؟ قال له لا، كانت بتصلي وبتصوم وإيمان عادي قوي، مؤمنة عادية. قام رد ابنه كان قاعد قال له بابا كانت بتعمل كل يوم زيارة عاشورة، بتزور الحسين، عشان كده الحسين زارها في قبره. فانت لما بدكش تعمل زيارة عاشورة زوره بعد صلاة الفجر كل يوم، بيزورك في قبرك، ولما يزورك في قبرك ارتفع العذاب عنك وعن كل المقبرة اللي في المقبرة. طيب هنا الإمام الصادق لسه بيقول إيه؟ بيقول لما قضى أبا عبد الله بكت عليه السبع سماوات والسبع أرضين ومن بينهن ومن يتقلب في النار ومن في الجنة، كلهم بكيوا عليه، حتى الحيتان في البحر بكيوا عليه. ولما نزلت السهام عليه، السهام يا جماعة لما نزلت عليه ضربوه بالسهام كان زي الأنفذ، كل جسمه سهام وسكاكين وحجارة، قتلوه بكل أنواع القتل. لما قلبوه على وجهه عشان يذبحوه كانت لسه فيه الروح، ومع ذلك حط السكينة، الشمر اللعين ابن اللعين حط السكينة عليه، فنادى منادي من بطنان العرش، قال إيه؟ ألا، كلمة ألا أداة تنبيه، ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. عارف يعني إيه لا وفقكم لأضحى ولا لفطر؟ يعني حجكم مش صح وصيامكم مش صح.
بالحج يوم عرفة دول عندهم يوم ودول عندهم يوم، في شهر رمضان دول أثبتوا الرؤية ودول ما أثبتوا، شو الغاية تاني؟ فالإمام الصادق بيقول إيه؟ لا والله لن يوفقوا إلى أن يؤخذ بصقر الحسين، هتفضلوا في المعمعة دي إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه ويؤخذ بصقر الحسين. يعني حجنا مش مظبوط وصيامنا مش مظبوط، إنما أنت اعمل واتكل على الله، ربنا اللي بيتقبل منك. عشان كده تفهم إن عاشوراء مش مقطع زماني وعدى وراح، عاشوراء هي حقيقة تلاقى فيها الزمان والمكان والحدث والإنسان، حقيقة واقعة. إمامك المهدي بيذكر أحوالنا إحنا دلوقتي بعد عاشوراء. اسمع الإمام المهدي عليه السلام بيوصفنا إزاي وابكي. بيقول ايه هو لما بدا يحكي في الزياره المقدسه، انا ما قدرتش اذكر الحته اللي قدام دي لانها كتير صعبه، لو ذكرتها حبكي، ما بقدر اقولها ولا بقدر اسمح لكم، قد ما هي قاسيه جدا. بيوصف عمليه القتل بطريقه يعني ما تقدرش الواحد يتصورها. ولذلك الامام الباقر سلام الله عليه بيقول من رحمة ربنا عليكم يا أمة محمد ما قال لكمش الحقيقة ازاي اللي حصلت في كربلاء، لأن لو قالها لكم كان أغمى عليكم، انما انا شفتها، لان كان الامام الباقر مع زين العابدين كان طفل صغير، قال انا شفتها وابويا شافها. ولذلك دي رحمه ربنا انكم ما تشوفوش اللي حصل، احنا بنديكم فقرات منها وصلتكم، انما الحقيقه بالظبط ما تقدروش عليها، وعشان كده خبيناها عنكم. فبيقول الامام المهدي عليه السلام بيقول ايه في زياره الناحيه المقدسه، فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الاسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام. عملوا كده؟ نقضوا السنن؟ أيوة يا مولانا، والله أبو بكر وعمر نقضوا سنة رسول الله. اسمع وحدث ولا حرج. الحلقة الجاية هقول لكم على اللي حصل في صحيح مسلم البخاري والحاجات اللي افتروها على رسول الله، مش في الحلقة دي. نقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن. لما نيجي نقول حرفوا آيات القرآن بيهبوا فينا وبيقولوا إن نزلنا الذكر وإن له الحافظين، مش فاهمين برضو دي حامل فيها حلقة وحوريكم معنى إن نزلنا الذكر وإن له الحافظون يعني إيه. حرفوا آيات القرآن، آيات كتير في القرآن محرفة يا جماعة، لان احنا قلت لكم قبل كده في حلقات تانية ان لما تولى ابو بكر وجه الامام علي سلام الله عليه ومعاه كتاب القران كامل بالتاويل كامل، وقال لهم هذا كتاب، هذا قران محمد رسول الله، تفضلوا. لما فتحوا على سوره التوبه، فلما عينه وقعت عليها عمر قالوا لا 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 مش عايزين مش عايزين مش عايزين مش عايزين، خدوا وارجع. فحملوه ورجع. فجاه نده واحد حذيفه بن اليمان وقال له ادفع لك وادفع لك وادفع لك، في حاجات في القران عايزين نحذفها. قال له احنا احذف كلام رسول الله؟ قال له بدفع لك هالقد وهالقد وهالقد لما وافق. حذفوا حاجات بتخصهم، يعني انت عارف سوره التوبه اللي هي سوره الفاضحه، فضحهم ربنا لان دي البيان الختامي للدعوه الاسلاميه، سوره التوبه كانت. ففضح فيهم كل اعمالهم وكل تصرفاتهم وكل اللي كانوا حوالين رسول الله، وعمل لهم سوره خاصه للمنافقون. لما فضحهم فيها ولما جه بقى هو تولى قالوا لا نشيل الحاجات اللي فيها اللي شتمنا فيها واللي بهدلنا فيها، وكل حاجه فيها علي شيلها. وغيروا في حروف القرآن، الضم عملوها كسرة والكسرة عملوها رفعة والنصب، حتى طريقة الوضوء افتروا فيها وغيروها، رغم انها ما واضحة من الآيات المحكمات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هيك هيك، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا إزاي؟ قالوا ده فيها غلط وفيها تحريف، برضو دي مش هدخل فيها دلوقتي مش مجال. المهم هجموا في البغي والعدوان كتير. عاد كتاب الله فيك مهجورا، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتنزيل والتأويل، فقد
بفقد الحسين، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأباطيل والفتن والأباطيل. يعني دلوقتي انت تبص على أخواننا السنة دلوقتي شوهوا لهم الدين وعملوا كأن ده من رسول الله، وهم غلابة يعني ما عندهمش شيوخ تطلع تقول صح وغلط. اللي موجود قدامهم على التلفزيون واللي بيحكوا قدامهم هم ده اللي بياخدوه، وهم قصدهم انهم يتقربوا الى الله، فبيتقربوا الى الله ما عندهمش وسيله للتقرب غير اللي قدامهم دول، ودول مغطيين على الحقيقه كلها، عمي عن الحقيقه. يقول لك في شهر رمضان يطلعوا يصلوا التراويح، انه تراويح عمر كان قصده يلغي صلاه الليل ويحط بدلها صلاة التراويح، وحاولنا نفهم صلاة التراويح دي هي صلاة الليل وهي افتراءات على دين رسول الله، ما بيردوش. سيبهم، ده واقع الأمة دلوقتي. طب يا ترى كلام الإمام المهدي ده هل يوافق أحد من الأئمة؟ نعم، الوصي علي سلام الله عليه. اسمع علي سلام الله بيقول إيه وشوف كيف التطابق بتاع الأئمة مع بعض. بيقول إيه؟ بيحكي مع واحد اسمه ابن اليماني، بيقول له: والذي نفسي بيده لا تزال هذه الأمة بعد الحسين ابني في ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه، وإبطال سنن واختلاف حال وقياس شبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتسكع. نفس الكلام، نفس المنطق، نفس اللهجة. يجي واحد، مش عايزة أشتمك أنا ولا أطول لساني عليك، لسه موجود على اليوتيوب عندي وعلى الفيسبوك عندي، قال: إيه الهيجان اللي أنتوا عاملينه على الحسين؟ يعني إيه هو الحسين؟ طب ما أبوه اتقتل وأخوه اتقتل وفلان اتقتل، اشمعنى الحسين يعني؟ وفي إيه مميز الحسين يعني؟ ها؟ ومات بقى قبل 1732 سنة، قاعدين بتبكوا عليه ليه؟ طب ما الحسين قاعد دلوقتي مع أمه وأبوه وجده وأخوه. صح، الحسين قاعد دلوقتي فوق، إنما الحسين بيشتغل معاك يا فالح. إزاي؟ كل من زار الحسين نظر إليه الحسين، نظر إليه، وبس ينظر إليك الحسين وأنت بتزوره، سواء كان بتزوره في المكان في كربلاء أو بتزوره عن بعد وانت في بيتك، بيستغفر لك، والزهراء تستغفر لك، ويطلب من آل البيت جميعا الاستغفار لك. فانت تبقى أخذت الاستغفار من ملائكة العرش، وأخذت الاستغفار من الحسين ومن السيدة الزهراء ومن أهل البيت. بدك أحلى من كده؟ لا مفيش. خليك انت قاعد بقى احكي وتفتف زي ما انت عايز، وخلينا احنا نسلم على الحسين كل يوم وناخد الاستغفار بتاع الحسين لنا، وخليك انت بعيد. يقول الصادق عليه السلام: الحسين مصباح الهدى. يعني ايه مصباح الهدى؟ يعني الضوء اللي بيضوي المصباح هو هدى، لان الحسين هو اتباعك للحسين، الحسين هو انهض دين رسول الله كمان مره، يعني مسك الدين الصح وطلعه لك كمان مرة. اتباعك للحسين يخليك تبعد عن الضلال وتبعد عن الظلام وتبعد عن التخبط شمال ويمين في حياتك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ انت اختار. الصادق عليه السلام برضه بيقول إيه: إن الله تعالى يخلق للحسين شيعة يحملون الصفة الحسينية. ودي كفاية الحكاية دي ان تخلي قلبك مبتهج بالحسين. نيجي نشوف احنا عارفين قبل كده اتكلمنا على ان ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل اي نبي من الانبياء بياخد عليه العهد والميثاق، وياخد عليه العهد والميثاق بالإيمان بمحمد وآل محمد، وبيعرفهم فوق للأنبياء على محمد وآل محمد. فنبي من الأنبياء من اللي عرفوا تعرفوا على محمد وآل محمد اسمه زكريا. النبي ده يقول ايه؟ نزل تحت وقعد كل بيقول له يا رب ادعي، بيقول له يا رب كل ما ادعي واجيب سيرة محمد وعلي وفاطمة والحسن حس ببهجة كده في قلبي وفي روحي، بس اذكر الحسين دموعي تنزل وانا مش عارف ليه دموعي تنزل. فيك تعرفني ليه انا ببكي على الحسين؟
فنزل جبرائيل عليه السلام وقرأ عليه سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت لا وك نادى ربه وشغل ولم أكن بدعاء ربي شقيا، إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هو كان طالب الولي ليه؟ يرثه يعني يرثه في البيت وفي الأكل وفي الشرب، يرثه في النبوة عشان يحفظ بيها قومه، لأن كان راجل كبير ومراته عاقر ما كانش عنده أولاد، فالنبوة هتضيع. فطلب من ربنا الكلام ده، طلب من ربنا الكلام ده لما جاله جبرائيل وحكى له عن قصة الحسين وقال له إن الحسين هيكون شفيع الأمة وإن هو اللي رفع دين محمد ومسك دين محمد عليه الصلاة والسلام إنه من الضياع، فقال إديني ولد وابتليني فيه زي ما هتبتلي الحسين، زي ما ابتليت رسول الله في الحسين، واجعله شفيع لأمته، واجعلني أنا كمان يكون ده ابني عشان أكون أنا شفيع للأمة دي وآخد أنال رضاك والشرف اللي هتديه لمحمد صلى الله عليه وآله. دعا الدعوة دي وسكت. بعدين عدت كم من يوم، دخل في المحراب بتاع مريم. هو كانت مريم متربية عنده لأن طلعت القرعة أن هو اللي هو كان جوز خالتها، كان مسؤول عنها يجيب لها الأكل والشرب وكل حاجة. فخبط عليها ودخل، طلع كده في الأوضة لقى في حاجات هو مش جايبها، قال لها مريم من أين لك هذا؟ فهي ردت عليه بمنتهى الذكاء، قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فطن نبي، فطن. قال لك إذا الملائكة بتنزل في المكان ده. في القرآن يقول لك إيه؟ هنالك دعا زكريا رب، هنالك في محراب مريم. فوقف دعا زكريا رب، ودعا كمان مرة، ودعا كمان مرة، دعا زكريا. وهو واقف في نفس المحراب ردت عليه الملائكة، يا زكريا إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى. يحيى دي فيها إشارة إن ابنك هيموت شهيد. فقال له ازاي يكون لي ولد؟ ده انا راجل كبير وعظمي تعب وشعري شاب ومراتي عاقر. قال له كذلك، كذلك يعني ايه؟ الزمن خلقك وانت الأرض بيخلق لك تاني. فقام قال له ايه؟ طب اديني آية. وخد بالك ان زكريا كان يحكي يقول ربي والملائكة ترد، ربي والملائكة ترد، زكريا كان بيوجه كلام لربه على طول، الملائكة كانت تجيب له الإجابة. هو ربي اجعل لي آية. قال له آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. في سورة تانية 3 أيام، معلش أيام وليالي. خرج من المحراب ادهم إشارة، سبحوا بكرة وعشية. مشوا معاه جماعة. بعد الثلاث أيام دول لقى ربنا رزقه بيحيى. يحيى جه من صغره آتاه، جعله نبيا لسه وهو صغير، آتاه الحكم صبيا وجعله سيدا وحصورا، حصورا يعني ملوش في النساء. فكان يحيى من صغره يعبد ربنا حق العبادة، وكان من كتر تعلقه بالله يمشي بين الجبال ويعبد ويبكي 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 وينادي ربنا ويبكي ويذكر الله ويبكي. فقال له يا ابني أنا طلبت من ربنا ولد تقر عيني فيه، مش ولد اقعد ابص له واتحسر، يا ابني بطل بكى. ما يردش عليه، لدرجه من كتر الدموع خده من هنا اتحفر وخده من هنا اتحفر. فكانت امه تعمل له العجينه وتلزقها له على دروسه عشان خاطر تحمي وجهه، قد ما عينيه خدوده اتحفرت من البكاء. يحيى كان كثير الشبه بالحسين عليه السلام، ولذلك الصوره دي على فكره كلها عاشورائيه، كلها يعني دي الصورة بتاعت المليانة بالعاشورائيات. دلوقتي هفهمك ازاي. يحيى كان شديد الشبه مع الحسين في ايه؟ نشوف ايه التقابل بين يحيى وبين الحسين. الاثنين اتولدوا في 6 شهور. الاثنين اتولدوا في 6 شهور. كان يحيى وقف في وجه الظالم،
والحسين وقف وجه الظالم. كان في وقت يحيى ملك، كان ملك فاسد فاسق يعني خمرجي، صمم انه يتجوز بنت مراته. فجاي يحيى قال له لا، هذا يخالف دين التوحيد اللي احنا تربينا عليه واللي احنا ماشيين عليه. قال له لا هتجوزها. قال له مش هيصح لك انك تتجوزها وانا بقول لك لا، لان ده مخالف لشرع الله. البنت عايزاه، فقالت له مش هتجوزك الا بتديني مهري راسه، راس يحيى. طيب أصلها راسه، وجاه راس يحيى على صينية لبغي من بغايا بني إسرائيل. الحسين وقف في وجه الظالم الباغي يزيد، ورفض إنه يبايعه بكل الطرق. قال له مثلي لا يبايع مثلك، فاهم إزاي؟ لأن واحد بمنتهى الإيمان واحد منتهى الكفر. قال له مثلي لا يبايع مثلك، رغم انهم اتلموا عليه وقالوا له نوقف الحرب لو بايعت يزيد انت واولادك. وقال لهم ابدا مثلي لا يبايع مثله. طيب فكانت النتيجه ان راسه للحسين اتقدمت على صينيه لبغي من بغايا بني اميه اللي هو معاويه ابن معاويه. كان طول الطريق الحسين عليه السلام يذكر يحيى، حتى ان زين العابدين عليه السلام يقول ابي ما كانش يتوقف ابدا من الكلام وهو ماشي ورايح وجاي يحكي عن يحيى. دي كانت ايه التشابه بين الحسين وبين يحيى ابن زكريا. احنا بنعرف ان بعد قتل يحيى قتل زكريا، وكان متخبي في شجرة فقصته الشجرة وقصوه معاها. طب ايه العلاقة بين الحسين عليه السلام وبين عيسى عليه السلام؟ احنا عارفين ان السورة بتتكلم عن يحيى وعن مريم وعن عيسى عليه السلام، واحنا بنقول دي سورة كلها عاشورائية. طيب العلاقة بين الحسين وعيسى، أول حاجة أم عيسى سيدة نساء عالمها، أم الحسين سيدة نساء العالمين. طيب عيسى عليه السلام في نظر المسيحيين رمز للفداء، إن هو قبل إنه يقف على الصليب ويكون فداء للأمة كلها، قال يشيل عنهم العذاب ويشيل عنهم الضغط. الحسين عليه السلام في نظر المسلمين رمز للفداء، انه افتدى نفسه واولاده وعيلته واهله كلهم في سبيل انجاح دين محمد، انجاح دين محمد صلى الله عليهم اجمعين. رجال الدين المسيحيين في وقت احتفالهم بيلبسوا السواد، رجال الدين المسلمين بيلبسوا السواد في عاشوراء ودايما لابسين السواد، وجميع المسلمين في عاشوراء بيلبسوا السواد. طيب ده التقابل بين عيسى وبين الحسين عليه السلام. المسيحيين بيعتقدوا ان لابد ان عيسى يحضر ويرجع تاني ينشر السلام والامان عندهم وبعرفش ايه. احنا بنعتقد ان حفيد الحسين هيرجع وهيكون عيسى وزير له. واحنا قلت لكم قبل كده ان وجود عيسى مع الامام المهدي وهيبعته لا أوروبا ولا أمريكا، وهنا تحقيق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن ربنا قال في القرآن إيه؟ وإن منهم لا يؤمنن به قبل موته، يؤمنن بعيسى بعد ما عيسى يظهر إسلامه أمام الجميع وإنه بيصلي وراء المهدي. فكل المعظم الأوروبيين والأمريكان والناس اللي كانوا بيعبدوا عيسى حينقلبوا إلى دين الإسلام، فهنا يدخلون في دين الله أفواجا، للي جماعة بيقولوا لها دي كانت على فتح مكة كلام فارغ. تعال نشوف هنا حديث للإمام الصادق عليه السلام اللي هو بيدينا دايما الحاجات الصح. كان معاه واحد اسمه ابن شبيب، بيقول له إيه؟ يا ابن شبيب، أول محرم هو اليوم اللي دعا فيه زكريا ربه وطلب الولد فأعطاه يحيى. يا ابن شبيب،
هذا اليوم هو أول الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحترموه ويعملوا فيه ممنوع القتل وممنوع فيه العذاب. ومع ذلك أمة الإسلام أو أمة رسول الله ما احترمتش فيه لا هذا الشهر، ولا احترمت فيه نبيها، ولا عملت حساب لنبيها. قتلت ابن بنت نبيها وجميع أولاده، 18 من أفراد عائلته لم يخلق لهم مثيل في العالم كله في نفس الشهر في محرم. يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون مع من استشهد مع الحسين فقل يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. إلعن قتلت الحسين بعد ما تقول الكلمة دي بتكون مع من استشهد مع الحسين. لو قلتها بصدق، لأن في واحد بيقول لي إيه، كنت قاعد أقول دايما يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. شفت في المنام إن أنا في كربلاء وإن أنا قاعد بحارب معاهم، قال لي مت من الخوف، وقلت لا الحمد لله إنه منام. فكل واحد يقولها كل واحد يقولها من قلبه، بتتمناها من قلبك، بتكون مع شهداء الحسين. الباقر عليه السلام بيقول ايه، قتلوه قتله نهى رسول الله صلى الله عليه واله ان يقتل بها الكلاب. شوف الصعوبه في الكلام ده، اللي هي المثلى مثلوا بيه. الرسول منعنا ان احنا نمثل بكلب عقور، وهم مثلوا بابن بنته. قتل بالسيف وبالسنان وبالحراب كان جسمه زي جسم الانفض من كتر السهام المصوبه عليه. يقول لك ايه، حين سأل الحسين هل من ناصر ينصرني، ما زال سؤاله الى يوم القيامة، هل تنصر الحسين؟ انصره انت دلوقتي، انت ما نصرتوش في كربلاء بس تقدر تنصره دلوقتي. اعلاء كلمة رسول الله، اعلاء دين رسول الله، نصر للحسين. هل من ناصر ينصرني؟ نعم يا ابن بنت رسول الله، كلنا في خدمتك وكلنا ننصر دينك وكلنا نعلي شأن دينك اللي انت ضحيت بيه وضحيت بولادك عشان يعلى. لازم احنا ننشر دينك عشان نكون احنا من نصرناك وقت ما ناديت واحنا ما كناش موجودين. في زيارة مخصوصة عند القمي بيقول فيها لبيك داعي الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. كما علمنا الأمير في المنهج في نهج البلاغة، لما في نهج البلاغة سأله واحد قال له بعد انتصارك في موقعة الجمل، بيقول له إيه، هو انتصر في موقعة الجمل، فواحد واقف جنبه كده قال له انتصرت يا أمير المؤمنين، يا الله يا ريت أخويا كان عايش وكان شاف انتصارك ده، كان فرح قوي. فالأمير قال له أهوى أخيك معنا، يعني شيعي مثلنا؟ قال له نعم. قال له إيه، لقد شهدنا وشهد في عسكرنا هذا رجال في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. يعني في رجال وفي نساء شهدوا موقعة الجمل ونجاح الإمام علي إلى يوم القيامة، كانوا لسه في الأصلاب. طيب قال فسيرعب بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. طيب دي بقى أصول علاقتنا بهم. دلوقتي عرفنا احنا نتصرف ازاي. انا مش عايزة اوضح اكتر لان في محاضرات تانية لازم تاخد حقها في الكلام. بقف لغاية كده النهاردة، وبشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.